بسم الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأكبر عم نواله وجل جلاله. أما بعد، ربنا اجعلنا حاملين لرايات الإسلام، رايات السلام، يا حنان يا منان. أما بعد، السلام عليكم. والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأكبر. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا آية يوصفكم ربي، أنتم غارقين في الريبة، أما تخف فيها تماما هو إنسان تضخم ذاته حتى ما عاد حد شيء يعرف عن ذاته. فوقت اللي حس اللي ضاع ذاته حب يهمنا اللي ذاته هي أعلى مستوى في عالم الذوات. قال إني جربت وإني بحثت، ويقعد يتوهم وغر في هذا. يلا أراد إبليس من خلاله أن يوهمه أنه أحسن المفكرين. وقال أنا ملحد يا ناس، وذي عملوها لكلاب اليهود في عصر النبي عليه السلام، ولكن خزاهم الله وكشفهم ونالوا قسطا من العذاب الذي تسببوا فيه، وما زال حسابهم العسير الحساب الأكبر عند رب العالمين يوم القيامة. نعود إن شاء الله تعالى.